راح تصير تواقيعك علي حبيبي. هاي سكاي دايف. هاي القاعه اللي كنت قاعده عليها هي انهم الالوان بينك هيك مثل الغيوم. Hello guys, welcome back to my channel. أول شيء أحب أشكر كل اللي مسوين سبسكرايب. وصلنا 100,000 متابع. I'm so happy. طبعاً أنا كلش فرحانة والله وأحبكم كلش هواية طبعاً وأشكر كل واحد صغير والكبير اللي مسوي لي سبسكرايب. إن شاء الله يا رب كليتكم تكبرون وياي ونصير عائلة كلش كبيرة. نصير سكواد كلش كبير. طبعاً هذا الفيديو صار لي هواية أريد أسوي لكم إياه وكلش متحمسة لأن أني كلش دا أحب المودة هسه اللي دارجة مال تاي داي. طبعاً اشتريت هاي العلبة من الأمازون مادام أني قاعدة بالبيت وكلش ما دا أسوي. عاجبني ألعب شوية بهدوم اللي عندي. طبعاً أكو قطع أني مشتريتها سبيسيفيكلي حتى أسوي عليهم تاي داي. اللي ما يعرف تاي داي هو هيك تسوون للهدوم، تخلون الألوان تصير مثل هيجي كأنه ألوان مائية صاير على الهدوم وتغيرون مثلاً أبيض أسود تقدرون تستخدموها على كل الألوان. أنا اليوم وياكم راح أستخدم 3 ألوان، راح أستخدم أبيض واحد شوي هيجي بيربل واحد أسود وراح نبلش وياكم. طبعاً كلش سهلة هاي التاي داي وتقدرون كليتكم تسووها بالبيت وكلش طريقة حلوة إنه واحد يقتل وقت بالبيت وكأنه هم يشتري هدوم جديدة ويصير عنده هدوم جديدة ثانية. راح أحط لكم اللينك لهذا الباكس اللي أنا اشتريته من أمازون. طبعاً أكو كوما براندات تقدرون تشترونهم بس أنا هذا اشتريته من أمازون. تجي ويا 30 لون وتجي ويا هذا الباكس شفوف الألوان رابر بانز معناها لاستيك حتى تسوون بيهم الديزاينز مال الهدوم ويجي وياهم تغطية للقاع او تغطيه للطبله اللي انتم راح تسوون بيها. انا اوريدي فتحتها قرات شويه المعلومات لان ناسيتهم بس المعلومات كلش سهله وطلعت مثل ما اتذكر بالضبط. اذا اول مره راح تسوون تاي داي جربوها على اشياء انتم ما لكم علاقه بها او ما تهتمون اذا صار بهم اي شيء، بس التاي داي كلش سهل يعني كلش صعب واحد يخبط بهذا الشيء. تعال ازم لي البوكس اطلع الالوان وياكم. طبعا خلي اشوف باعوا هنا حاطين لي الشفوف، هنا حاطين الالوان وهنا حاطين لاستيكات. اوكي طبعا اني الهدوم اللي راح استخدمها مبللتها يعني مبللتهم بالمي وعصرتهم مستخدمتهم بس لازم يكونون متبللين كامله وتعصروهم وتستخدموهم قبل اي شيء. فاني بللت كل هدومي حطيتهم بالطاسات وهسه راح نبلش نسوي التاي داي. طبعا راح تحتاجون مي لان هذولي كل البطاله تجي فارغه بس محطوط بيهم اللون فلازم تضيفون مي حتى تستخدموهم. جايز طبعا اول شيء لازم تسووه انه تغطون القاع كليتها بلاستيك. اني اوريدي مغطيه القاع كليتها بلاستيك. عندي تشفيات هنا تجي ويا البوكس وهاي هدومي. عندي هاي اول قطعه مثل ما قلت لكم هذا اللون تصير سيت كامل راح اسويهم اثنيناتهم. هنا عندي هدوم بيضه هم راح اسويهم وهنا عندي اسود اول مره اجرب على اسود ما اعرف اذا راح يصير زين على الاسود لولا بس راح اجربه فخلي نبلش. طبعا علي هنا قاعد دا يتفرج علي. حساعد راح تساعدني؟ يس يلا طبعا جايز حتى لو انتم تقعدون برا لازم تحطون بلاستيك على القاع، لازم تحطون تشيز اي شيء نايلون تغطون القاع اللي انتم قاعدين عليها لان بس يصير اللون لو حتى لو على الكاشي ما يروح، لو حتى لو انتم برا ما يروح اللون، فتاكدوا انه من تستخدموها تستخدمون وياهم هاي الاشياء حتى تغطون القاع. والله انا بصراحه جايز كلش متونسه، صار لي يمكن اسبوع دا انتظر اسوي هذا الشيء وياكم، خلي نبلش. اني هاي اول قطعه عندي اللي هو صاير مثل التراك سوت بس جاكيت مال التراك سوت، اوكي؟ هيجي صاير عندي. طبعا تقدرون تسووها باكثر من طريقه، اسهل طريقه انه تسوون بيها التاي داي هو تعقدشون القماش تعقدشو بالطريقه اللي انتم يعجبكم، فانا راح اعقدشها هيجي واربطها باللاستيكات، وحده من اللاستيكات اللي هم اعطوني اياها، هاي احسن طريقه واسهل طريقه انه تسوون بيها التاي داي. وبس هيجي احط اللاستيك، نفس الشيء ويا الردانات هم راح اعقدشهم واحط لاستيك. طبعا اتذكر كنت اسوي تاي داي بالهاي سكول او يمكن مرتين ثلاثه مسوي تاي داي بالهاي سكول مو كلش هوايه. القطعه انتم شلون ما تعقدوها عقدوها، المهم القطعه كليتها تكون متعقده. انا ليش لابسه شفيات من هسه؟ صح والله كلش ما دا اسوي. ضاعوا صار كليتها دائرات، اقدر احط بعد وحده ثانيه هنا أنا بصراحه لان عاجبني. اسوي الاشكال وراها احط الالوان. حتى تصير اسرع. فهذا جهزته هذا الجاكيت ويجي وياه شورت مال السويتر يعني عادي.
طبعا أنا أشوف أكثر العالم يسووها على أبيض، بس عجبني أسويها على هذا لأن لونه فاتح. سو عندنا هذا هسه اللون جاهز. أوكي عندي هاي الألوان، ما أعرف هسه أي لون، تعال قرروا أي لون أستخدم. طبعا علي يريد يبين بالكاميرا، يعني ما مبين وقاعد يحكي هاي هسه تقولوا من قاعد يحكي. راح استخدم ازرق على هذا اللون لان الصور راح يصير حلو، فشي غريب ما عندي هيك الوان متجمعه، فراح احط شويه ماي هنا. هم حاطين خط على نهايه البطل، هنا حاطين خط، اقدر اترس المي نهايه الخط واخضه لحد ما يموع، بس انا ما اصور راح اترس نهايه الخط، راح اترسه شويه لهنا حتى يصير اللون شويه ثخين اكثر وطوخ اكثر. حضيف شويه ماي، انا ما البس شفيات اوريدي، عاد ما يخالف ايديا تنغسل احطها، بس انا ما اريد يدوني تتوسخ. دقيقه، هاي الشفيات والله زين ثخينات الشفيات. هسه لازم اخضه لحد ما كله يموع، كل اللون الباودر يموع، قام يطلع اللون هذا اللون اللي راح يصير. اوكي هسه شلون ما اريد احط اللون احطه هيجي اقلبه هنا هنا يلا اتس اوكي نفس اللون هنا 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 اتس اوكي انا اريد هيجي. باعوا هذا هسه هيجي صار تشوفون، مو كلش هوايه، يمكن ارجع بعد اضيف، بس صارت هنا هنا هنا، اقدر احط بعد لون، بس اريد اتاكد انه هاي القطعه عندي كافي لها لون قبل ما اضيف بعد، لان هاي الشاكيت مالت الشورت ضيف يم السحاب. شلون يصير صاحبنا يجي؟ طبعا عندنا سنجاب دائما يجي يزورنا ما شاء الله، يا رب ما يجي اليوم لان راسا افلت وادخل اعوف كل شيء. ما يخاف من عندنا طبعا، احنا نخاف من عنده. حلو بالتاي داي انه ماكو غلط، لان تقدرون تحطون اللون وين ما تريدونه، هو يكون كانه يعني الوان مائيه صايره على هدومكم، هذا القصد من التاي داي. كلش صعب واحد يخربط بهيج اشياء. ما اريد علي راح يسوي هالقد باقي طبعا من مالتي، علي راح يحطه على مالتي اليوم. علي مثل ما قلت لك ما اريده يكون كلش هوايه باقي، اي ادري، بس انا ما اريده كلش هوايه. طبعا قام يطشر علي، ما اريده كلش هوايه. اريد هنا حط لي هنا وين بعد هذا اصور انت راس اصور خلاص. ها هي بعد نضيف هنا شوية، وهسه تعرف شو اريد اسوي؟ هيجي طق تك 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 نقاط، تشوفون شلون صار جايز؟ هاي هيجي صار، هاي اول سيت خلصنا. طبعا راح نحط كل واحد بوحده، هذا حطيته بكيس، طبعا لازم تحطوهم بكيس حتى يبقى القماش رطب من 6 إلى 8 ساعات، أنا راح أخليه لحد باكر الصبح، يعني تقريباً تصير 10 ساعات، 11 ساعة هيك شيء. طبعاً قلبته للتشيس لأن راح أستخدم هسه هدوم بيض. عندي هنا شورت أبيض، هم نفس الشيء راح أعقشه. وطبعاً عندي هنا هم بلوز، هم أبيض، عاجبني أسويه تاي داي. جايز وعندي هذا البنطلون اوكي اللي هو مثل السويتر، طبعا اوريدي لبسته واخذت بيه صور، وهسه راح يصير غير بنطلون. طبعا دا اعقشه بكيفي، شلون ما اريد اعقشه اعقشه. طبعا اللاستيكات الصور يطوني كم واحد؟ 75 لاستيك يطوكم، لان هي السر مالتها انه تعقشون تحطون لاستيكات، كل ما تحطون لاستيكات اكثر كل ما يتغير الشيب اكثر، يو you نو know؟ هاي عندي البلوز صار هالقدوته، هاي الشورت وهذا البنطلون. سوي الابيض راح استخدم لونين، راح استخدم بينك غامق وبينك فاتح، ونشوف شو راح يصير. اترست البطل كليته ماي تقريبا بس نصه حتى يطلع اللون شويه غامق، وهذا الفاتح هم راح اضيف عليه ماي. اوكي هذا هسه صار الغامق وهذا الفاتح. اول شيء ابلش بالوردي الغامق، هاي هسه اللون الغامق دا استخدم هذا اللون، هسه الفاتح راح احطه فوق الغامق، مو الا فوقه يعني يمه، اريد اعرف ايش راح يصير. هم ندخل هنا بالظروف،
هنا بالزروب. السيف نبلش هنا، هذا التي شيرت هو كلش صغيروني التي شيرت فأكيد راح ينترس بسرعة. علي ذا يساعدني. ممكن أوقعه؟ ما راح تصير تواقيعك علي حبيبي. ها هي ها هي. طبعا هذا القماش يختلف من هذا القماش، كل قماش يختلف صح؟ هذا اخذ اللون يختلف من ذاك. يب، بس احسن شيء احسن قماش ياخذ الوان هو القطن. طبعا هسه راح نجربه على اسود، انا بحياتي ما شايفه احد يستخدم اسود، بس انا مقتنعه انه اريد اجرب اسود. كل شيء ما يبين على اسود؟ مو قلنا حكينا ما ادري، انا كلش خايفه لان الاسود شكله ما راح يبين، واستخدمت الوان حلوه. انا على الاسود ما اهتم كلش هوايه لان بصراحه ما اتوقع راح يبين اللون، هاي تجربه. عاشت ايدنا. هسه خلصت؟ هاي القاعه اللي كنت قاعده عليها هي يعني انا باقي الالوان يا يعني انا علي. هلو شلي. That's it guys، ها هي شوفت لكم شلون اني سويت التاي داي. بعد لازم انتظر هاي القطع تتشبع باللون لحد باكر الصبح حتى اغسلهم ونشوف النتيجه. سي يو باكر الصبح. Good morning guys، طبعا هسه انا بالمطبخ، هسه يوم ثاني مالتي الهدوم هنا انا حاطتهم من البارحه لحد اليوم. هسه هنا بدي اخلص تنظيف سينك لان هنا لازم اغسل الهدوم بمي بارد على الاقل 10 مرات كل قطعه قبل ما اغسلهم بالغساله غسل عادي، فلازم اغسلهم بمي بارد بالبدايه. وما اريد اوسخ حمامي لان مالتي تايل ابيض فاعرف كل زين راح يطقه. فهنا هسه دا انظف السينك وابلش بغسل الهدوم. وطبعا الاسود ما دا اشوف عليه اي لون، يعني ام سو ديسابوينتد. اصور لازم استخدم بليتش، اصور الاسود كان فشل، بس الابيض هنا اللون صدق ماخذ اللون، يعني مبينات البينك فاتح مبين والبينك الطوخ هم مبين، وهذا اكيد يعني مبين. فراح ابلش اغسل بالبينكس. طبعا تقدرون تلبسون شفيات، بس انا ايدي اوريدي مصبغه من البارحه، صارت عليها تصبيغات. سو بصراحه اي دونت كير، يمكن ثلاث ايام اربعه ويروح الصبغ. فاول شيء قالوا تغسلوهم بمي بارد هما ومشدودات. باعوا كله بينك ينزل بس مو هوايه لون، معناها كل زين ممتص، لان انت لازم تغسلون بس البقايا، فاذا يكون ممتص اللون ما راح ينزل هوايه. راح احطهم على البلاستيك حتى ما يتركون لون على التايل. البنطرون صارت الالوان عليه شويه افتح من الباقيات، ما اعرف ليش صراحه، بس عجبني اكثر اللون الفاتح اكثر من الغامق. كله ذب، لا هذا البنطلون كله يذب اللون مالتي، الباقيات كانوا كلش قليل، ما ادري ليش توته واي. اتوقع القماش مالتي 900% قارن مثل هذول، يمكن بوليستر. باعوا صاير شويه تاي داي، صاير مثل الغيم. شفت اربن اوتفيترز عنده مثل هيجي اللي هو تاي داي صاير على شكل غيم. باع تي شيرت شو صار؟ توتي لوك. اوه اي لايك ذس، اي لاف ذس، اوه ماي جاد، كلش حبيت هذا. وطبعا هسه خلصت وياكم البينك، راح احطهم بالغساله واغسل هذولي وهم احطهم بالغساله، فعندي تقريبا ثلاث وجبات، عندي هذا الابيض، عندي هذا البيربل، وعندي الاسود، كل واحد راح اغسله بوحده، فخلي اروح احطهم بالغساله. باعوا حطيت البيض بوحدهم وحطيت شويه ديترجن وراح اخليهم ينغسلون بوحدهم غسله سريعه، وراح استخدم مي بارد وياهم. انتظر هاي الوجبه تنغسل يلا احط الباقيات، لان كل وجبه راح تترك لون يختلف. اروح اخلص واشوفكم من يجهزون ورا ما ينشفون والبسهم وياكم. جايز طبعا هاي اول شيء حبيته، تخبل طلعت كلش حبيتها، هي انا الشورت. واو هذا الشورت مالته هيجي صار، كلش حبيت الاوتكم، نتيجه كلش حبيتها على هذا اللون. حسيت انه احلى شيء من يكون لون فاتح وانتم تحطون عليه. اكثر شيء حبيته من كل الاشياء اللي سويتها، ولو اني الاسود غلسوا عليه، الاسود بعده بالنشافه ينشف وهو اسود ماكو عليه ولا لون.
لا تجربون اسود، يعني انا اصلا ما عرفت ليش جربت. وخلي اشوف لكم اللون الوردي شنو صار بي. تارا، طبعا هذا البنطلون ماكو، راح اللون كله راح، لان نص قطن نص بوليستر، فلذلك كله راح. القطعه اللي اني لابستها وهذولي قطن 100%، فلذلك اخذوا اللون بسرعه. فلا تجربون على غير شيء غير القطن، لان غير ماتيريالز ما تاخذ اللون. مثل ما شفتوا بالبنطلون، اول ما طلعت البنطلون كان شويه بي بينك هيك مثل الغيوم مثل الغيوم، ووراها قلت اوكي ام اوكي وذ ذات، هم حلو يصير. غسلته طلعت هي تباك ابيض، حتى هذا اللون اللي كان موجود على البنطلون ماكو، رايح كله. فهذا البلوز اللي صار، هذولي أنا رحمتهم، هذا وهذا طبعاً صاروا قطعة واحدة، كلش حبيت. طبعاً جايز جربوها وتأكدوا إنه القطعة تكون شوية فاتح لونها وتكون قطن أو سلك، لا تجربون على غير شيء ثاني، لأن إسا يعني الأسود أنا بس هيجي غسلتهم ولا نقطة لون صاير بيهم ولا أي شيء. فيا جايز جربوها، لأن كلش حبيت إنه واحد يغير هدومه كأنه هيجي صارت عندي هدوم جديدة، يو نو. فكلش حبيت هذا الشيء. يا جايز أتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، وأتمنى أي واحد يسوي تاي داي بالبيت يسوي لي تاغ، أو I don't know، بس قولوا لي إنه شنو تجربتكم ويا التاي داي. فكرة حلوة إنه واحد يغير هدومه. That's it guys، أرجع أقول لكم thank you so much على 100,000 متابع، أحبكم كلش هواية، وأشوفكم على المرة الجاية. لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا وثامز أب إذا حبيت هذا الفيديو واستفاديت من عنده. باي. طبعا جايز اني ما حطيت الهدوم كليتها تنشف سوا ويا بعضها، فكل شيء هواية طولت لحد ما صارت الهدوم. يعني سويت شعري، سويت اظافيري، وتوتة تحضرت، وهسه يلا راح نطلع. فالبروسس اذا راح تسوون اكثر من قطعة ياخذ، لان كل قطعة لازم تغسلوها بوحدها. توتة اريد وحدة، اريد واحد والله اسوي لك. كم سي باي. باي جايز. قالت هاي وباي، قولي هاي وباي، لان هاي اول مرة تطلعي بالفيديو. هاي. Bye. يلا خلي اروح اتحضر حتى نطلع. Bye guys. Bye bye.